موضوعنا اليوم هو نظام الضرائب المتعلق بالعقارات. مرحبا، معكم عبد الحي من شركة Property TR العقارية في تركيا. موضوعنا اليوم هو نظام الضرائب المتعلق بالعقارات. بخصوص الضرائب، في ضرائب تدفع سنويا وفي ضرائب تدفع لمرة واحدة. أما بخصوص الضرائب اللي تدفع مرة واحدة، خلينا نتكلم على الضريبة اللي هي 4% اللي هي نقل سند الملكية. في كثير من المشاريع تدفع نص الضرائب هذه اللي هي 4%، 2% بتكون عليك و 2% بتكون على الشركة الإنشائية. أما بخصوص الضريبة التالية اللي هي ضريبة التملك العقاري، تكون على ثلاث أشكال: 1%، 8%، 18%. في حالة الشقة تكون أقل من 150 متر مربع تكون 1%، أما إذا الشقة زادت عن 150 متر مربع فبتكون 8%. ولكن بخصوص 18% هذه فقط للمحلات التجارية، أو خلينا نقول العقارات التجارية. ولكن في نقطة مهمة جدا بخصوص المستثمرين والمشترين الأجانب اللي حابين يتملكوا في تركيا، يقدروا ينعفوا من هذه الضرائب، ولها شروط معينة. خلينا نذكر لكم أهم شرطين. الشرط الأول، لازم يكون تملكك الأول في تركيا. والشرط الثاني، لازم تحول المبلغ من خارج تركيا على حساب الشركة الإنشائية، وبهذا الشكل تنعفي من الضرائب اللي هي 1%، 8% و18%. أما بخصوص الضريبة الثالثة، الضريبة الثالثة هذه بتكون ما بعد الشراء. خليني أشرح لكم. الضريبة هذه ضريبة الربح. خلينا نقول اشتريت العقار وحاب تبيع عقارك بعد سنة أو بعد سنتين، الربح اللي بيكون من مبلغ الشراء راح تدفع منه 22%. على سبيل المثال، اشتريت عقارك بمئة ألف وحاب تبيع بعد فترة معينة، خلينا نقول بعت العقار بمئة وخمسين ألف، فالاثنين وعشرين بالمئة راح تندفع من الخمسين ألف، من المبلغ خلينا نقول من المربح. ولكن في نقطة مهمة كمان، إذا تبيع عقارك بعد خمس سنوات من الشراء ما راح تدفع ضريبة الربح. أما بخصوص الضرائب السنوية، في ضريبة للممتلكات اللي عندك في تركيا اللي هي بتكون سنوية، راح تدفع من ثمن العقار اللي عندك سنويا بنسبة مئوية اللي هي 0.01 إلى 0.06% على حسب العقار اللي عندك. أما بخصوص المصاريف، في مصاريف معينة، خلينا نذكر مصاريف نقل الملكية. بخصوص نقل الملكية، لازم تأخذ لك محامي عشان ينقل لك الملكية بشكل رسمي، بشكل قانوني. فالمحامي يكون له أجور، أو خلينا نقول مصاريف، اللي هي تقريبا $1,000. وبخصوص المصروف الثاني اللي هو مصاريف ترجمة وثائق، ترجمة الوثائق هذه بتكون على حدود 150-200 ليرة تركية. أما بخصوص التقييم العقاري، التقييم العقاري لها فوائد كثيرة. إذا حاب تشتري عقار عشان تكون بعيد عن التحايل، من طرف الدولة التركية أو الحكومة التركية بيجي موظف ويقيم لك العقار، هل العقار يسوى المبلغ اللي انت بتشتري أم لا. والتقييم العقاري له مصروف بسيط جدا اللي هو بين 1500 إلى 2000 ليرة تركية. وخلينا نتكلم على تأمين الزلازل. تأمين الزلازل بيكون على شكل سنوي وعلى سعر رمزي وبسيط جدا، بين 40 إلى 110 ليرة تركية على حسب حجم الشقة وعلى حسب المشروع.
وبهذا الشكل جينا في نهاية الفيديو، واتمنى استفدتوا من هذا المقطع. ولكن إذا في أي استفسار أو أي أسئلة تقدر تتواصلوا معنا على الأرقام التالية، ونشوفكم في فيديوهات جديدة إن شاء الله.